انا في حاجة رعبتني وجسمي وجعني، كأن في حاجة غلط بتحصل، كأني هغرق، كأني ان انا في خطر فعلا. فبتقول لدرجة ان هما جابوا لي تاكسي، التاكسي واقف قدامي، التاكسي في ثانية كان جاي، كأن كان راكن اصلا في جنب كأنه تبعهم، وقف وخلاص تعالى احنا هنوديك لغاية البيت، وما تخافيش احنا معاك، واحنا ما اعرفش ايه، وبيتلزقوا فيها كده اللي هو ايه، عشان برضو الناس تفهم ان هم دول تبعها وكده. فبتقول صرخت فيهم، ففجأة التاكسي اختفى، ما اعرفش راح فين. الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وافضل حال. جالكم فيديو جديد، الموضوع انتشر بطريقة غير عادية، فضل اللايك فضل اللايك عشان الناس تاخد بالها، بيحصل مع ناس كتير. ودلوقتي ان شاء الله هنلاقي برضو في التعليقات ناس بتقول ان الموقف ده حصل معاهم ممكن بطرق مختلفة. ربنا يعني ابتلانا بالمرض لعل نتعظ، وبنشوف الناس حوالينا ازاي بتموت، ويعني وبرضو الناس لسه اللي فيها فيها، اللي بيخرب بيخرب، واللي بيقتل بيقتل، واللي بيسرق بيسرق. بالعكس ده في جرائم زادت بطريقة غير عادية، حسبنا الله ونعم الوكيل. اخت نزلت على الجروب بتقول انا هقرا لكم رسالتها، البوست كما هي كاتباه. طبعا يا احباب من فترة كان موضوع الخطف شغال ازاي، وخصوصا في المترو بقى في القاهرة والأماكن الزحمة دي وكده، بتلاقي واحدة بتبقى في المترو واقفة عادي، وكام واحدة كده ايه واقفة حواليها وكأنها يعني في وسطهم، ان هي منهم يعني، عشان لو حد اخد باله يعرف ان الست دي تبعهم، كأنها مش واحدة غريبة، ويروحوا حاطين عليها اي حاجة، مادة لزجة زي الجل او اي شيء كده. وبعد شوية يقولوا لها ايه ده يا اختي، شوفي ايه اللي عليكي ده، سواء على ظهرها على ايديها على اي حاجه. طبيعي احنا كبني ادمين عاديين، يعني مجرد ما تلاقي حاجه يعني مش كويسه على جسمك او على لبسك او كده، اول حاجه هتعملها هتعمل كده وتشم هتشوفها ايه هي. فغالبا وده الاكيد يعني بيكون مخدر، وحصل مصايب كتير، وفي ناس راحت بالطريقه دي وبيخطفوهم بالطريقه دي، سواء بقى خطف للاعضاء، سواء هيشغلهم في حاجه وحشه، سواء اي شيء، سواء هيطلبوا دي عليهم او اي حاجه، ايا كان الموقف. فنخلي بالنا يا احباب، كان الموضوع ده منتشر من طريقه يعني من فتره مش بعيده قوي. برضو واحده حكت ان هي كانت في الشارع، وبرضو كام واحده كده اتلموا عليها وعملوا معاها نفس النظام، فهي بتقول ما لحقتش ادوخ، بس انا حسيت ان انا خلاص بدوخ، وكبوا عليا ميه وما اعرفش ايه وكده، وكام واحده اتلموا حواليا والناس اتلمت. فبتقول ان انا في حاجه رعبتني وجسمي وجعني، كأن في حاجه غلط بتحصل، كأني هغرق، كأني ان انا في خطر فعلا. فبتقول لدرجه ان هما جابوا لي تاكسي، التاكسي واقف قدامي، التاكسي في ثانيه كان جاي، كان راكن اصلا في جنب كأنه تبعهم، ووقف وخلاص تعالى احنا هنوديك لغاية البيت، وما تخافيش احنا معاك، واحنا ما اعرفش ايه، وبيتلزقوا فيها كده اللي هو ايه، عشان برضو الناس تفهم ان هم دول تبعها وكده. فبتقول صرخت فيهم، ففجأة التاكسي اختفى، ما اعرفش راح فين. هم فعلا بيبقوا عصابات يا احبابي، خلوا بالكم، بالله عليكم بالله عليكم، اي حاجة اتحطت على جسمكم ما تشموش. وبرضو موضوع البرفانات، بتبقى ناس بتلف ومعاها شنطة مثلا او حاجة، واقول لك اشتري برفم، طب شم بس، حتى لو مش هتشتري شوف عرفنا ذوقك كده. برضو بيبقى في حاجات من دي، للأسف احنا في ناس بنبقى نفسنا ان احنا هما بنقول طالعين على باب الله، يعني ان هما بيسترزقوا كده وعايزين ينفعوهم، حتى لو مش هنستخدم الحاجة دي، فاحنا بقينا نخاف نشم ونتعامل مع الناس، بقينا نخاف ان احنا نساعد حد، حسبنا الله ونعم الوكيل. فنخلي بالنا يا احبابي، الخطف منتشر بطريقة غير عادية. برضو من ضمن الطرق، كان من فترة اكيد برضو سمعت على الموضوع ده، وفي كاميرات جابت الحاجات دي، بتبقى نظام انهم عاملين نفسهم من شركة وزي رسمي وبخاخات وما اعرفش ايه واجهزة وكده، واحنا جايين من الشركة الفلانية تطهير وتعقيم مجانا، اصل في شركات بتعمل مجانا، فما تفتحوش لحد يا احباب. الكاميرات جابت الناس دي واذوا ناس، يعني لو بيدخلوا يخدروا الناس وبياخدوا ذهبهم وفلوسهم وكل حاجه موجوده في البيت، بس ده يعني مش الخطير قوي، يعني لو هيخدروكم من غير اذيه فده يعني الامر سلم شويه، لكن المصيبه الكبرى ان هم لو في طفل صغير صرخ او كده ممكن يقتلوه. الناس دي بتبقى عندها استعداد تعمل اي شيء، ربنا ذو انتقام، ربنا يعني هنقول ايه، بس المرض انتشر والناس بتموت حوالينا من كل ناحيه، اللي بيرمي زوجته لما جالها كورونا من الدور الخامس، واللي
ولع في باباه ومامته عشان يتجوز في الشقة بعد ما مامته، عشان رفضوا ان هما يجوزوه واحدة معينة هو عايزها، ما هو انسان مش كويس، واللي 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 حاجات كتير جدا بقينا نشوفها. المرض انتشر، وبدل الناس ما ترجع لربنا ونقرب من ربنا ونسأل الله عز وجل انه يعني يرفع عنا البلاء، الناس معرفش النتيجة عكسية ليه. يعني ربنا يعافينا يا رب، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. نحاول بالله عليكم يا احباب نتقرب لله، يعني الواحد بقى يشوف مصايب غير عادية، واللي قتل زوجته عشان او اراد لها الفضيحة، والله تعالى اعلى واعلم، عشان ما يديهاش القايمة، عشان ما يطلقهاش ويديها حقوقها الشرعية، عشان يروح يتجوز واحدة تانية. هو ايه اللي بيحصل ده؟ هو ده طبيعي؟ الاخت بقى نزلت على الجروب وبتقسم ان ده حصل مع مامتها، بتقول النهارده يا جماعه النهارده ماما اتعرضت لموقف وحش جدا، انا حبيت احكيه لان ما حبش حد يتعرض ليه. ماما كانت في مشوار، ركبت تاكسي، المهم اول ما ركبت السواق قال لها انا كان راكب معايا واحد عنده كورونا. ماما قالت له طيب لا 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 نزلنا على جنب، وفضلت تزعق معاه، قال لها لا ما تقلقيش انا رشيت العربيه وخدي رشي انت كمان، وراح مطلع ازازه وراح رششها في وش ماما. داخت وفقدت الوعي، خد شنطتها وخد كل اللي فيها ونزلها من العربيه، حسبي الله ونعم الوكيل. فيه دي طريقه جديده للسرقه، بالله عليكم خدوا بالكم، احنا بقينا في غابه، ربنا يسترها على الجميع. ودي كانت طريقه يا احبابي، يعني بلاش اي حد يرش لكم الكلام ده يا حبيبي. انتوا خلوا معاكم في جيبكم الكمامه بتاعتكم، خلوا المطهر والكحول والحاجات دي في شنطتكم، بلاش تاخدوا من حد، اعملوا معروف. ومش شرط يكون ان هو سواق تاكسي، ممكن يكون اصلا مأجر تاكسي لليوم ده وبيشتغل عليه، اللي هو ايه عامل نفسه سواق، هو مش سواق ولا حاجه، ويكون هو اصلا شغلته السرقه. فدي ربنا ستر ان هو ما اذاهاش، يعني هو اخذ اللي فيها. ممكن الشنطه تكون فيها حاجات مهمه، بس الحمد لله ان هي طلعت منها سليمه. بس شفتوا المصايب وصلت لغايه فين؟ ربنا يعافينا يا رب، ربنا يهدينا ويهدي الجميع. بس ايه اللي بيحصل ده؟ يعني الناس خلاص ما عادش في اتعاظ، الناس بتموت ولا عارفين نصلي عليها، وبتحطوا في اكياس سودا وما فيش حد بيقدر يلمسهم، ازاي مش خايفين؟ واللي تقول زوجي بيطردني على الرغم ان كان عنده كورونا وكان بين الحياه والموت، وبرده ما اتعظ. هو إيه اللي بيحصل ده؟ هو اللي احنا فيه ده طبيعي؟ هو فعلا يعني خلاص علامات الساعة والقيامة قربت؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا يعافينا يا رب، ربنا يعافينا وينجينا من الناس بتعمله. فاحنا نخلي بالنا. انا بحكي لزوجي على نفس الموقف، قال نفس الموقف بالظبط، حصل مع واحد تاني بس مش بإزازة كحول بقى. قال له بيقول له انا ما برضاش اخلي حد يركب معايا التاكسي وهو مش راكب كمامة، انا معايا كمامة بوزعها مجانا، ونفس الشيء برضو لبسها وكان مرشوشة ومتظبطة وعمل اللي هو عمله. فنخلي بالنا بالله عليكم، نحافظ على نفسنا، وخصوصا لو واحدة بقى معاها اطفال، يعني هتتصرف ازاي في الموقف ده؟ فنخلي بالنا بالله عليكم، بلاش تاخدوا حاجة من حد، خلوا كل حاجة في جيبكم ووفروها لنفسكم. بلاش التكاسي، خلوها يعني اللي هي العربيات العامة اللي بيكون فيها ناس كتير، وبلاش تركبي لوحدك لو العربية فاضية. لو انت في بيتك في شقتك وحد خبط عليكي ما تفتحيش لأي حد. طبعا الكاميرات جابت بلاوي كتير والمواقف كتير والطرق اكتر واكتر واكتر، وسواء في خطف الاطفال، سواء في خطف السيدات، سواء في خطف اي حد، المهم يعني سواء بقى الغرض اغتصاب والعياذ بالله، ربنا يعافينا. لو الغرض لو في ذهب، موبايل، اي حاجه، بلاش بلاش تمشي بذهب. كل ده يا احبابي خلوا بالكم على نفسكم، ربنا يحفظنا واياكم. حبيت انبه عليكم لعل يكون في بنات طالبات ما بتبقاش فاهمه اي حاجه، وبتكون طيبه وسلميه، او مش فاهمه اي حاجه ومش عارفه اي حاجه. فنوعيهم، وعوا اولادكم وعرفوهم ايه اللي ممكن يحصل معاهم. انا من صغري كان والدي يعني من ايام سنين السنين، وكان يعني الخطف ده حاجه بسيطه خالص، كان يقول ايه لو قالوا لك باباك مستنيكي اهو واسمه كذا ولابس كذا، اوعك 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 تروحي معاه، انا لو عايزك هاجيلك انا بنفسي، اوعك تطلعي مع حد، اوعك تسمعي كلام حد. لو حد اعطاكي بونبوني ما تفتحهوش، حد اعطاكي شوكولاته عصير ما تشربهوش، ما تاخديش، اللي يكلمك اجري بعيد عنه. فعلا للاسف احنا بقينا نتعامل كده غصب
عننا من اللي بيحصل، فالله المستعان، وربنا يرفع عنا البلاء ويهدينا ويهدي الجميع، فنحاول نتقرب لله ونرجع تاني لربنا، وربنا يرفع عنا البلاء يا رب ويعافينا واياكم، ربنا يحفظنا واياكم. مش هطول عليكم اكتر من كده، حاولوا توعوا اهاليكم، وعوا اطفالكم، وعوا كل الناس اللي بتحبهم لايك، لعل الفيديو ده يكون فعلا سبب في حفظ حد. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.